رجع سالم الحمد لله الحمد لله كل شيء الحمد لله. كاين ناس داروا الكونت في الفيسبوك على حسابي باش يستغنوا لي، انا ما عندي لا كونت لا والو. كيقولوا اللي عندهم فيسبوك قالوا لي حال كونت سميتك، يعني كيستغني انا يعني في هذه الحاله هذه، وكيستغني باغي غير الفلوس. انا ما عنديش مع لي كونت في البنك، شي واحد شي محسن جاني الحال في عنده صافي. والناس راه كنقول خالد كيسحب منه، يعني انا ما نقدرش ندير هذا الشيء هذا، يعني ملي تحت الارض انا كنطلب الله يرجع لي، ما عنديش شي غرض انا بفلوس ولا شي حاجه. هذيك على المحسنين يعني كيديروا داك الشيء على حساب ديك الدري ما يخرج غيساعد يمشي يداويوه وكذا، هذا اللي كاين كيعاونوني كيتشافوا الحاله ديالي كيعاونوني صب الحاله ديال ولدي مزيانه كيقولوا مزيانه الحمد لله. ضروري كيخبروني ملي كيجي شي حاجه شي معلومه كيقولوها لي. اخر مره شفتو هذه يومين كان مراقب عند السلطة المحلية، هادي شي أنا ما نقدرش نشوف يعني الداخل كنراقب الكاميرا ولا أنا غير الناس كنتلاقى غير الناس كيجيو لعندي الأحباب والعالم والناس المسلمين كاملين كيجيو لعندي كيزوروني كنتلاقاهم، راه هذا اللي كاين. الحال ديالهم لا يرتلى مصدومين، ماشي مصدوم الحمد لله، ماشي مصدوم. الناس مسؤولين راني كنشكرهم بزاف جزيل الشكر، جزيل الشكر كنشكر الناس المسؤولين كاملين اللي دايرين معايا، راه دايرين كثار من جهد مساكن. انا ما انا بحالي بحالهم دابا، راه ولدهم هما راه كثار من ولدهم، فهمتي؟ انا ولدي حتى هما ولدهم هو كثار من ولدهم، يعني دايرين المجهود ديالهم كاملين العالم. بزاف بزاف توحشتهم. كيف بدا شكون اللي ما يتوحشهاش؟ كراشي دابك وفي يدي مع نلقاك الحمد لله. نطلب الله ربي تعالى يرجعوا لي ان شاء الله. عندي امان في الله وفي الناس اللي واقفين معنا كل شيء الحمد لله.